مع بروز نجم اللاعب فهد الخطيب بالدور اللبناني لكرة السلة، اتجهت الكثير من الأنظار عليه من الخارج. وبالرغم من خوضه تجربتين دوليتين مع الاتحاد الحلبي بالدوري السوري وبالدوري الأوكراني مع نادي شركاسي، بقي فهد الخطيب عنده حنين للدوري اللبناني. رفض عروضات كبيرة علماً أنه كان من الممكن أنه يصبح لاعب بأهم دوري كرة سلة بالعالم الـ NBA وتحديداً لفريق لوس أنجلوس كليبرز.